أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية على أغلب المناطق أجواء معتدلة تميل إلى الدفء، ودرجات الحرارة تتراوح وجعام ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية. أيضا هناك بعض الغبار العالق على بعض المناطق خاصة المناطق الساحلية، مؤدي إلى تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية حاليا على هذه المناطق ما بين 5 إلى 6 كيلومتر. خلال الساعات القليلة القادمة راح يبدي الغبار يترسب تدريجيا، راح تكون الأجواء بإذن الله صافية وخالية من الغبار العالق في مساء اليوم. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء مشمسة مع هواء حاليا غربي إلى شمالي غربي سرعته 11 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية حول 22%، الرؤية الأفقية حول 7 كيلومتر. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور السحب الكثيف اللي لاحظناه في يوم الأمس، لكن حاليا الأجواء صافية بوجع عام وخالية من السحب. حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد مرتفع جوي مستمر معنا حتى نهاية هذا اليوم، ومن بعدها راح يرجع يدخل معنا منخفض جوي سريع راح يستمر معنا حتى نهاية يوم الغد، وعودة أيضا للهواء الشمالي الغربي في يوم الأحد. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، متوقع تصل درجات الحرارة بوجه عام ما بين 14 إلى 17 درجة مئوية. عودة للرياح الجنوبية الشرقية راح تكون ملحوظة أكثر في منتصف هذه الليلة. أيضا الأجواء المتوقعة في صباح يوم الغد أجواء باردة نسبيا، متوقع تكون درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق ما بين 12 إلى 15 درجة مئوية. أيضا راح تكون أجواء مشمسة والسماء صافية خالية من السحب، ومتوقع أن تستمر معنا هذه الأجواء في نهار يوم الغد، ومتوقع أيضا تكون درجات الحرارة العظمى في يوم الغد عشرينية ما بين 23 و 22، ومتوقع أيضا تصل في المناطق الغربية ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية. مساء يوم الغد راح يستمر معنا الهواء جنوبي شرقي خفيف إلى معتدل السرعة، تصل سرعته ما بين 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، لكن أيضا مع نهاية يوم الغد راح تبدي تتحول تدريجيا الرياح إلى رياح شمالية غربية راح تكون ملحوظة أكثر في يوم الأحد. البحر خلال 24 ساعة القادمة راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، ويصل ارتفاع الموج نهار يوم الغد ما بين 2 إلى 4 أقدام، أما مساء ما بين 1 إلى 3 أقدام، ولازلنا في فترات الفساد اللي تكون فيها تيارات الماء ضعيفة. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت: موعد أذان الفير الساعة 4:38، شروق الشمس الساعة 5:57، وموعد أذان المغرب كذلك الساعة 5:57 دقيقة، وباكر راح يتساوى الليل والنهار. الأجواء المتوقعة في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة: باكر راح يكون الهواء جنوبي شرقي إلى متقلب الاتجاه خفيف إلى معتدل السرعة، تصل سرعته ما بين 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة، أجواء مشمسة والسماء صافية خالية من السحب، وأجواء أيضا لطيفة ومناسبة جدا لممارسة جميع الأنشطة الخارجية، العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية. نشاط متوقع للرياح الشمالية الغربية في يوم الأحد، قد تصل سرعة الرياح ما بين 20 إلى 55 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أيضا العظمى المتوقعة 23 والصغرى 15 درجة مئوية. أجواء قد تميل إلى عدم الاستقرار في يوم الأحد، وراح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال النشرات القادمة. يستمر معنا نشاط الرياح الشمالية الغربية في يوم الأثنين، ومتوقع أيضا تصل سرعتها ما بين 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة، العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية. تتراجع نوعا ما سرعة الرياح الشمالية الغربية في يوم الثلاثاء 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية. تتراجع أكثر سرعة الرياح الشمالية الغربية في يوم الأربعاء، العظمى 26 والصغرى 13 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، خلال هذه الفترة نلاحظ عدم استقرار اتجاه الرياح لفترة طويلة ما بين الشمالية غربية وأحيانا إلى جنوبية شرقية، وذلك لأنها فترة انتقالية فصلية. تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد هذه الجولة لدرجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم.